يي كمان شو عم تعمل؟ شو بك جنيت يعني؟ ايه امي طبعا جنيت، لانه كل ما بشوف التخت فاضي بيطلع جناني. امي هون بهالبيت الولد جنبي رح يخلق، عم تفهمي؟ فهمت روق، لسه في وقت على الولادة. ابني آسيا خانم، مستحيل تكسر على انفه بصلة وتفوت من هالباب. لك كسر شو وانف شو امي؟ هلا مو وقت هذا الحكي، اذا في حدا بالكون كسر على انفه بصلة فهو ابنك. قلت لك روق بقى، الهيئة عقلك طار من مخك على الاخر. روق شو امي؟ طيرتي لي عقلي. فهمي امي انا ندمت، عم اقول لك ندمت، ليش ما عم تفهمي شو عم اقول؟ اصلا انا يلي لازم اندم لانه فوتت على بيتي ولانه فتحت باب المصايب على راس ابني من ورا هي البنت، الله يسامحني. ليكي انا بدي اشوف ابني. آسيا مثل ما قلعتيها من هذا البيت وهي حامل، رح تروحي ترجعيها، اتفقنا؟ شوف شو لازم تساوي. اصبر، اذا بدك تشوف مرتك هون مره ثانيه لازم تكون صبور، عم تفهم؟ صبر 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 صبر، لك حاجه تقولي لي صبر؟ لك ما عم بقدر. امي اسمعيني منيح، اذا حاب ابنك يكون مبسوط بترجعي لي آسيا على البيت، واذا ما كانت آسيا عندي لبكره المساء ما بقى بتشوفي خلقتي ابدا. لوين كمال؟ لوين بدك تروح كمال؟ قلبي، حدا يلحقني قلبي. فرحت لك من قلبي، ان شاء الله بالتوفيق. مو بس انا، الله يوفقنا كلنا. والله حلال عليك، مين بيحزن رح يجينا هيك ايام؟ شو ناقصنا حتى ما نشوف هالايام؟ الوضع رح يتبدل، اللي بده يجي احلى، رح نخلص من الفقر. معي انت؟ عندي الوضع ثابت، انا عباره عن حدا عايش على الهامش بس لانه واحد من ضحايا ليلى خانم الكتار بهالدنيا. لك شو عملت منا قصه كابه على الاخر؟ جرح القلب ما بيكون بسيط، ما ممكن حدا ينسى جروح النسوان ابدا. اهلا وسهلا بالمكتئب. اي والله انا حامل جرحين واثنيناتهم بجسمي عاصي، واحد جرح الحبل السري من امي والتاني اعطتني يا ليلى. وهاد من نهريمان. نيفين كانت بتحبك. دقيقة رح أقول كل شي حاسة فيه من غير زيادة ولا نقصان. الكلام رح يطلع من قلبي، بدي إياك تسمعه. اللي كان قبلك بحياتي نسيته، اللي إجا بعدك ونحن سوا ما بيهمني. في شي واحد بعرفه ومتأكدة منه، هو إنك دخلت على حياتي بمعجزة وصعب تطلع. نيفين والحكي عنا خلاني عصب وغار، بس مو لأني بدي اتخلى عنك، لأنه فهمت إنه ما بقدر اتخلى عنك ببساطة. أنا مو قلت لك ما رح اترك إيدك بحياتي؟ اترك إيدي وفهم اللي عم قوله، أنا من غيرك ما بقدر اتنفس ماجد. فهم ليش عم دافع عن حبي إلك للدرجة هي؟ يا ريت تحس قديش أنا خايفة حبنا يروح. إذا أنت تركتني الحياة بتطلع مني. طالما أنك عطيتني هذا العشر، لو سمحت ما تاخده، لو سمحت. أوعك تخلي مخاوفي تتحقق، لو سمحت.
بعشقك. بعشقك. نسيتي أطول جملة العشاء بيقولوها لبعضهم؟ أطول جملة؟ وأنا رح ساعدك تقوليها. أنا بحبك موت. أنا بحبك موت. إذا هذا هو الحب، أنا مصدق ناريمان. كمان أنا. إيدك عم ترجف، لا تكوني بردان. من العشاء؟ ايه من العشاء. اصلا انت العشاء. نعم فخرية. يا الله هلأ وقتك فخرية؟ دمرتيني. يا درساني ماجد معي؟ ايه؟ وأخيراً اتصالحت، وعن جد كتير فرحت لك من قلبي. طيب معناته بلا ما أزعجكم أكتر من هيك، بس بدي تحكي لي كيف اتصالحتوا لما ترجعي على البيت. تكرمي. ماشي، شكراً لك. يلا خلينا نروح. لوين؟ ما بدي يضل أي شيء ناقص ناريمان. يلا تعي معي. لوين؟ قلت لك بدي كمل كل شيء على الآخر.